بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله الكرام. ربنا أعنا على تبين الحقائق وعلى اتخاذ المواقف التي ترضيك عنا ولا تسخطك علينا يا كريم. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورضا. وأقسم بالله جهد أيماني لأن جاءتهم آية لا يؤمنون بها، قل إنما الآيات عند الله لا يملكها إلا الله. تطلبش من النبي محمد عليه السلام، أنت كنت قبل تقول يا أمين واليوم تعتبره شاعر ومجنون وكذا كذا، ولا يعلمه أحد من أهل الكتاب. يستوي القرآن العربي وقرآن بين ظفرين أنت حطيته في بالك، يا ملتوي في أفكارك اللي مشي يلقم هذا القرآن نصراني أو يهودي نجس ملعون. لا يمكن هذا أبدا في حق المولى سبحانه وتعالى وحق الرسول القائد الأعظم عليه الصلاة والسلام.